أهلا بكم معنا في فضاء الأسرة. الساعة تشير بالاستوديو إلى تمام 9:43. طبعا الأخوات في البيوت راهم يتسألوا الركن نتاعهم المحبب القريب من القلوب يعني ومن معدة الرجل. إذا للوصول إلى هذا الركن خليناكم تنتظروا معنا باش نقول لكم باللي هذا الركن هو نتاعكم منكم وإليكم. وصفات بيتية مجربة وشهية ولذيذة جدا إن شاء الله نشوفوها على مائدتكم ومن مائدتكم كذلك أنتم تقدمونا الوصفات عبر صفحتنا أو عبر الخط الهاتفي اللي إن شاء الله راح نتمنى أنه نلقى فيه رسائلكم ونلقى فيه الكيفية نتاعكم أو تصلوا بيا حتى أنا نجيكم لمالا وتكون جلسة عائلية فضاء أسرة من البيت للإذاعة بامتياز. إذا نخليكم مع هذا الركن اللي يضم كيفيات متنوعة من وصفات بيتية مجربة وشهية. أهلا وسهلا أحبائي، معكم أم عمر من مطبخي المتواضع. رح شارككم اليوم طبق كتير كتير سهل وتقدري تحضريه في 20 دقيقة. يعني إذا كان في عندك مرات ما في وقت وما في أفكار وخلص كل شيء، هذا اسمه طبق طحينة كفتة. هو احنا نقولوا لها في فلسطينية كفتة. كفتة انتو عندكم كفتة يعني هي لحم مفروم، هو اساسه صح لحم مفروم، بس راح اقدمه لكم طريقة يعني جديدة. اول اشي تقلي البطاطا على جنب، تحطيها دوائر يعني تكوني قليتيها وحطيتيها بجنب. تجيبي الكفتة او اللحم المفروم، تربي عليه حبة بصل متوسطة، زائد حبة ثوم صغيرة، زائد كمشة كبيرة من المعدنوس، وورقة أو اثنين من القصبرة، يعني ما تكتري، يكون لازم المعدنوس يغلب على القصبرة. تقطعيه رقيق جدا وتحطيه فوق الكفتة هاي، وتحطي معها البهارات اللي هي فلفل أسود، شوية قرفة يعني فانسي صغيرة صغيرة كتير تبع قرفة لأنها تعطي نكهة كتير مع اللحم المفروم. وكمان حطي عليها شوية سكنجبير وشوية كمون، وخلطي الكل كتير منيح بإيديكي بدون ما تحطي بيض، لأنه مرات البيض يعطي ذوق مش كتير منيح مع هالأطباق. في صينية زجاجية أو معدنية اللي تحبيها أنتي، تحطي شوية زبدة من تحت، وتحطي هذوك حبات البطاطا المقلية من تحت، وتحطي الكفتة على شكل أصابع. الكفتة هذيك تبعك تشكليها وهي خضرة يعني مش مستوية، على شكل أصابع تحطيها من فوق. هون في طريقتين، في طريقة كفتة بالطماطم أو كفتة بالطحينية. إذا كان بدك تطبخيها بالطماطم، تحطي حبات طماطم خضرين من فوق وترشيهم بشوية ملح وشوية فلفل أسود، وتحطيهم على الفرن يستووا مع نص كاسة مي، ولما بيستوي الكل تجبديهم وألف صحة وهنا. إذا كان بدك تعملي كفتة بالطحينية، ما تحطي طماطم، جيبي ملعتين طحينية موجودة بلي سيرفاس فلي سوبرات، كنتي ديجا شريتي قارورة من برا في ملعقة، ودائما الطحينية حليها بشوية مي وشوية ليمون، نص كاسة مي ونص حبة ليمون، خلطيها مليح وحطي فيها شوية ملح ورشيها على هذيك الكفتة من فوق، وحطيها تسوي بالفرن مع البطاطا. راح تكون طبق كتير كتير زاكي، وإن شاء الله يعجبكم وألف صحة وهنا، وإن شاء الله العدد المقبل راح نجيب لكم إشي حلو إن شاء الله. تحلية، مع السلامة.